تكلمتوك عن رتم الحياة السريع اللي قاعدين نعيشه الحين، وفي رواية سمر كلمات كتبت بأن مأزق الحياة إن إحنا نعيشها مرة واحدة. صحيح. شلون تواجه هذا المأزق وتتعايش معه؟ شوفي، سمر كلمات رواية مدتها 21 دقيقة كلها، فيها أعمار طبعا، مثل ما رواية النجدي 70 سنة خلال 12 ساعة. الآن المأزق هذا الحقيقة صعب تتعايش معه، بمعنى أنه أنا أكلمك عن اللحظة تكون اللحظة انسلت راحت، وهذا فعلا مأزق، لأن احنا نعيش حياتنا مرة واحدة، وأحيانا أنت توضع في تجربة ويصير ردة فعلك في هذه التجربة قاتلة، وتحملك كثير في يعني تظل طول عمرك حامل نتيجة تصرفك في لحظة عابرة من الزمن. لذا أنا أعايش هذه اللحظة الحقيقة، مرور الزمن، بأن أكتب أعمال تأخذ امتداد في الزمن، تبقى حاضرة في الزمن ما تموت. يعني الآن أنا حينما أقرأ مثلا أبو عجاج طال عمرك، أول مجموعة كتبتها بالسبعينات تأتي حاضرة، وأنا أعتقد هذا هو عزاء كل الأدباء، أنهم يعيشون زمن أطول بكثير من حياتهم. شايفة أنت الحين فهد العسكر؟ فهد العسكر لما مات حرق جهده الحقيقي، ويا عبد الله زكريا الأنصاري من بيت الكويت من القاهرة إلى الكويت، وجمع منك قصيدة ومن شخص قصيدة وقصيدة منشورة قراها بالمباركية، وعمل كتاب صغير اسمه فهد العسكر حياته وشعره، كتاب واحد. استطاع أن يخلد فهد العسكر وأن يخلد عبد الله زكريا الأنصاري، وهذا عزاء الكتاب الروائيين النقاد المفكرين، إن هم عندهم عمر أطول بكثير من عمرهم. فشون تتعايش مع هذا الشيء؟ تعايش صعب جدا على فكرة. احنا تكلمنا، يا تعيش اللحظة يا تعيش الكتاب. يعني أكون صادق وياك، أنا طبعا أكتب جزء من شغلي في مكتبي وجزء هني. أنت لما تيجي، أنا أحب أكون مع زوجتي، مع بنتي، مع أخواني، مع أخواتي، مع أهلي، يعني مع أصدقائي. بس أنت واحد من اثنين، يا تكون مع الكتابة والقراءة يا تكون مع الحياة. عليك أن تعيش متوازن، وهو صعب أنت تقضي حياتك تمشي فوق يعني عارضة شاهقة، بأي لحظة ممكن تسقط. إذا ابتعدت عن الكتابة تبتعد عنك، وإذا ابتعدت عن أهلك يبتعدون عنك. يعني شلون توازن؟ ما تحس صعب؟ صعب، ما حد راضي عليك على فكرة. أنت لو تسألين الحين شروط، ما هي راضية ولا فرح ولا فادية، يعني مقصر يعني في حقيقة في تعاملي معهم، حتى مع أحبابي وأصدقائي. ولكن يبدو أسرار أن الكتابة والقراءة شيء من القدرية، أنت منذور لهذا يعني، وتتعايش معاه، يعني تتحمل مضايقات وتتحمل متع. يعني يصدر كتاب فتستمتع، ويصير الاحتكاك فتتألم، ويبدو لي هذه هي الحياة، ليل ونهار، فرح وحزن، ألم ابتسامة وضيقة. فأنا متعايش مع هذا الوضع بين بين، ولو أن في سنوات الأخيرة أكون صادق وياش، أنا أقرب إلى الوحدة، أقرب إلى الكتابة، أقرب إلى القراءة، أقرب إلى الإنتاج مني إلى علاقاتي بالآخر.